نريد أن نصفي هذه الأمة بعضها ببعض، بعضها في بعض. إيه ليه يروح جندي غربي يموت؟ لا، يروح جندي مسلم بلحية متمسلف يقتل إيه الكفار الزنادقة الشيعة، ويتحرك واحد شيعي يقتل إيه الوهابية الملاعين السنة، وهكذا يقتل بعضنا وبعضنا وهم يتفرجون. ما شاء الله، الآن هناك نوع من السياسة لخدمة هذا الاتجاه. نحن لا نؤيد هذا الاتجاه، كل اتجاه يريد أن يجعل حربنا داخل الأمة لا نؤيد ولن نؤيده بإذن الله تعالى. وهذا سر الغضب علينا، افهموا، كونوا واضحين مع أنفسكم على الحقائق. هذا الكلام تبعي خطير، أعرف أنه خطير ويغضب جدا جدا، سأقوله إبراء لذمتي، سأقوله مهما كان أيها الإخوة، مهما كلف، انتبهوا. طيب واحد يقول لي وأنت تقوم بماذا؟ ماذا تفعل؟ أنا أساهم. أنا واحد كما قلت بالأمس، أنا صائح في البرية مثل أشعياء عليه السلام، أنا الصائح في البرية، لكن أحاول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أحاول أن أنزع الفتيل، فتيل هذه القنبلة التي ستنفجر في الأمة فتأتي على أخضرها ويابسها، على أخضرها ويابسها. واحد يقول لك كيف؟ أنا أقول لك كيف ببساطة وسأكون صادقا معكم. منطق الشيعي المحترق أنه لا تقارب، لا تعاون، لا تسالم، لا ملاينة، حتى يفهم هؤلاء الأوغاد السنة العامة والوهابية والنواصب أن يتخلوا عن كل عقائدهم التي تخالف كل عقائدي. هذا منطق مجنون، هذا مش منطق تعاون ولا مسالمة ولا نزع فتيل، هذا منطق انتحاري. ومنطق السنة أيضا المحترق المجنون أنه لا، هذا الشيعي الزنديق الرافضي أحفاد الباطنية لا مقاربة معه، لا مسالمة، لا 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 لا، حتى يوافقني في كل عقائدي. وفي رأس هذه العقائد أيها الإخوة احترام كل الصحابة بتعريفي أنا للصحابي. تعريفك إيش يا سني؟ الذي رأى الرسول مؤمنا به ومات على ذلك، سرق، قتل، زنى، دمر الأمة، ظلمها، بهدلها، انتهك حرمة أهل البيت، طردهم، لعنهم، سبهم، رضي الله عنه وأرضاه. وفي رأس هؤلاء الظلمة معاوية، بدك تترضى عليه. هناك شبه فتاوى أيها الإخوة باستحلال دم من لا يترضى عن الصحابة ويذكر فيهم ماذا؟ ومعاوية بن أبي سفيان، هكذا يذكر بالاسم. ما شاء الله، يعني تكفير، يعني قتل. إذا ما نترضى عن هذا الطاغية إمام جبابرة الإسلام كما سماه الإمام المقبلي، فمعناها نقتل، يعني تسفك دماؤنا. إيش الفتاوى هذه؟ إيش العقلية هذه يا أخي؟ مش معقول. فطبعا هذا كلام فارغ. نحن ماذا نفعل؟ نحن نقول للذي يقف في أقصى اليمين، ومن شاء أن يكون هو الذي يقف في أقصى اليمين فليقف، السنة أو الشيعة لا يعنينا، نقول له هذه الوقفة الأقصوية لا تخدمك ولا تخدم الإسلام ولا تخدم المنطقة ولا الإقليم ولا الحقيقة، لا تخدم شيئا. أيها الإخوة، عليك أن تخفف من أقصويتك هذه، من غلوائك، تحرك خطوة أو ثنتين نحو الوسط. تعال شوي يا أخي، خفف. أنت متأكد أنه كل ما عندك حق مطلق يا أخي؟ الحق المطلق لله. تواضع قليلا يا رجل، شوي، خطوتين. يقول خطوتين ما عنديش مشكلة، بس مش 100 خطوة. وأنت يا من تقف في اليسار، في أقصى اليسار تخفف من هذه الأقصوية، فتحرك خطوتين أو خطوة إلى اليمين جهة الوسط. سينظر الشيعي إلى أخيه السني يراه أقرب إليه، والله لم أكن أحسب أنه بهذا الجمال، يعني في شوية جمال مقبول، في أشياء طيبة، يبدو أنه مسلم. وسينظر السني الشيعي يقول عجيب، يبدو أن رجل موحد ليس زنديقا كما كنت أعتقد، يعني وباطنيا في احتمال أن نتحاور، هذا الذي نريده. وبفضل الله أنا أقول لكم ادخلوا على اليوتيوب وشوفوا التعقيبات والفيدباك على محاضراتي وخطبي، سبحان الله، سنة وشيعة والشيعة أكثر. وعجيب، المفروض يكون عند السنة إنصاف أيضا. أنا شيعي وأنا أشهد الله أنا شيعي 12، ولكن بعد أن استمعت إليك بعضهم كتب قال أنا الآن سأعيد النظر في موقفي من الصحابة وسب الصحابة، أنت رجل شريف، هذا منطق شريف، هذا منطق هكذا. أنا أعرف ماذا أفعل، واضح أنني أنزع الفتيل. في الحقيقة أنا لا أكذب على الحقائق، ليس هذا من حرفتي ولا من طبعي ولا من ديدني ولا أستطيعه. ما فيش، أنا لا أؤمن بشيء اسمه دبلوماسية فكرية، قد يكون هذا عيبا فيه، لا أؤمن. الدبلوماسية في الدبلوماسية في عالم السياسة، الفكر لا في دبلوماسية ولا في حلول وسط ولا في كذب ولا في تزييف. في نهاية المطاف الحقيقة المجردة كما هي، أنا أقول لك والله العظيم لن تكون مضرة، مفيدة دائما.
الحقيقة كما هي مفيدة. هتقول لي بما فيها ما تعمل أنت عليه تعرية معاوية وإبراز حقيقته كما تراه، لقد تكون هي الأقرب إلى الحقيقة، لا أقول هي الحقيقة المطلقة، هذا يخدم؟ نعم والله يخدم السنة قبل الشيعة، أقسم بالله، وسوف يظهر لكم هذا. واليوم ستلمسون أشياء لن تتحرر كمسلم ولن تتحرر كسني حتى تعرف حقيقة هذا الطاغية. والله العظيم هذا لعب بدينك يا أخي، لعب بتراثك. لكن ماذا أقول؟ كما قلت لكم سينفجر عقلي بكثرة ما فيه. يعني أنا أتمنى أن الله يعطيني قدرة على أن إيه؟ أدمج الزمان حتى أحدثكم 70 ساعة أو 100 ساعة متواصلة لكي أفضي إليكم بكل ما في دماغي. وحينها أنا متأكد الأكثر سيقول فهمنا، الآن فهمنا، إلى هذه الدرجة كنا مخدوعين؟ واليوم أعطيكم كل مرة جرعة، أن الموضوع طويل وطويل جدا. بالعكس، فالحقيقة الحقيقة كما هي العارية، مهما كانت أليمة، مهما كانت قاسية، مهما كانت مرة إخواني وأخواتي، أنا أقول لكم لا يمكن أن تكون مضرة، دائما مفيدة والله العظيم، ودائما تخدم الاجتماع الإنساني، وتخدم القيم، وتخدم المثل، وتخدم الروحية والأخلاقية. هذه الحقيقة، لا يمكن أن تتناقض الحقيقة. يعني مقولة إيه الحق مع مقولة إيش القيمة والأخلاق؟ حاشا لله، حتى الجمال لا يتناقض معهما. أنا أؤمن بهذا التآزر أيها الإخوة المفاهيمي، انتجريشن بسموه، التكامل، conceptual integration، التكامل المفاهيمي بين مفهوم الحق، مفهوم الخير، مفهوم الجمال، لا يمكن أن تتعارض وأن تتشاكس، بل تتعاضد وتتآزر دائما. فالحقيقة نافعة وأخلاقية وجميلة، وهي حقيقة لا بد أن نفهم هذا. لذلك لا أستطيع أن أتقبل أنا مطلقا عقلية نعم هذا حق ولكن لندسه تحت التراب. لماذا؟ لا يخدمنا،